اسمعني، احنا مش محتاجين شغالين. انت حسابك كام؟ باشمهندس دفع. طيب تقدري تمشي. ايه اللي عملتيه ده تصرف غير انساني. ومالك مهموم قوي كده علشانها؟ لانها ما عملتلكيش حاجه عشان تعمليها بالشكل ده. ازاي تدخل واحده زي دي شقتنا من غير ما تقولي ولا حتى تاخد رايك؟ خد رايك في ايه؟ في واحده جايه تنظف الشقه وتطبخ لك وتكوي لك وتنايم ابنها على سريرك؟ اسمعي يا امال، اوعي تكوني فاكره ان انا هوافق على اسلوبك ده. انا راجل ريفي واحب كلمتي هي اللي تمشي، مفهوم؟ وعلى العموم احنا لسه على البر. قلتي ايه؟ كده يا حسن؟ هو ده اللي انا استاهله منك؟ هعمل لك ايه بس؟ ما قلت اللي خلقت من موضوع هايف مشكلة كبيرة. على العموم حقك عليا. خلاص بقى. على فكرة بابا وماما جايين بكرة يشوفوا الشقة. وبعدين انا واثقه انها هتبقى جنه ما دام فيها اتنين بيحبوا بعض، مش كده يا حسن؟ الحقيقه يا فندم انا مش شايف اننا محتاجين شقه اكبر من كده دلوقتي. وليه؟ احنا نكلم الدكتور مصطفى يشوف لكم شقه كبيره وفي مكان احسن. عن اذنكم. اتفضل.